الكرام أهلا بكم وهذه الحلقة الجديدة من منشط نطل من خلالها على أبرز ما جاء في الصحف المحلية والعالمية من أخبار ومن مقالات وتحقيقات دعونا نبدأ حلقة اليوم بجولة في الصفحات الأولى لعدد من الصحف المحلية نتعرف من خلالها على منشطات الصحف والرؤية التحريرية لكل جريدة البداية ستكون من جريدة الأخبار والمنشط الرئيسي لها عنوانه زغريد في بيوت أوائل الثانوية العامة المؤشرات الطب 98.17 من 100% الهندسة 92.8 من 10% السياسة 95.7 من 100% الصفحة الأولى أيضا بالإضافة إلى هذا الموضوع الهام والحالي والذي يهم الكثير من الأسر المصرية في عدد من الموضوعات منها مجلس الوزراء يستعرض برنامج طرح شركات الدولة بالبورصة المصرية موضوع آخر عن 3 مليارات من الجنيهات للتأمين الصحي من زيادة أسعار السجائر في إشارة أيضا إلى موضوع مهم هو اكتشاف موقع روماني في عاصمة غرب الدلتا في جريدة الشروق المنشط الرئيسي لها ربما لم يختلف عن منشط جريدة الأخبار كتب تحت العنوان الأول يرفع إيده التعليم نسبة النجاح في الثانوية العامة كما أشرنا إليها 74.2 آه ونسعى لبناء نظام جديد آه بيتبع آه العلماء وينتج علماء وينتج ايضا مفكرين على آه تصريح وزير التعليم آه التعليم العالي عفوا التعليم آه موضوع دولي خصصت له جريده الشروق ايضا مساحه في صفحتها الاولى ترامب يهدد بالانسحاب من ناتو احد الموضوعات هناك أيضاً الحلفاء يوافقون على زيادة النفقات الدفاعية ده من خلال ما حدث في اجتماعات حلف نيتو اللي جلستها كانت اليوم في بروكسل دعونا ننتقل إلى الصفحة الأولى لجريدة اليوم السابع انقسمت إلى نصفين الأول بيشمل عدد من الموضوعات منها ثماني إصلاحات رئاسية حسمت صراع العلاج لصالح المريض الجزء الثاني تشابهت فيه جريدة اليوم السابع مع باقي الصفحات واشارت في صفحتها الاولى الى اوائل الثانويه العامه الذين يكشفون اسرار التفوق آه في موضوع اخر ركزت عليه جريده آه اليوم السابع بعنوان آه تسع ميداليات تزين رحله ابطال رفع الاثقال في اوزباكستان. اما النصف الثاني آه من آه آه اليوم السابع في الصفحه الاولى آه على التوالي لليوم التاسع هناك آه ما خصصته الجريده للانفوجراف حول الارقام ما بتكذبش وده العدد الثاني عن حجم دعم الدوله للوقود بالامس ايضا كان في انفوجراف اخر ايضا على جريده اليوم السابع الى الصفحات الاولى لجريده الدستور ومنشط الرئيسي تحت عنوان الشطار اوائل الثانويه العامه نتمنى الالتحاق بالكليات العسكريه وجامعه زويل وتشابهت الصفحه الاولى لجريده الدستور مع جريده الاخبار في اختيار الموضوع واشارت في صفحتها الاولى ايضا الى تشكيل فريق عمل لمتابعه تنفيذ برنامج الحكومه وطرح الشركات بالبورصه وموضوعات اخرى ابرزتها الجريده ايضا في صفحتها الاولى منها الكونجرس يتحرك لتصنيف الاخوان ارهابيه مشاهدي الكرام من الصفحات الأولى إلى الصفحات الداخلية للصحف وأبرز الأخبار التي جاء بها جريدة اليوم السابع أشارت إلى توقيع الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي وكذلك الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بروتوكول تعاون بين شركة حلوان للآلات والمعدات مصنع 999 الحربي وهي إحدى شركات الإنتاج الحربي وكلية الهندسة بجامعة عين شمس البروتوكول بيهدف إلى تصنيع ماكينات بنظام سي ان سي بتعمل بالتحكم الرقمي آه ل آه آه بالمياه والقطع بالليزر وتطوير الماكينات آه العادية اللي تعمل بنظام التحكم الرقمي. أما عنوان متحف العالمين العسكري بانوراما آه تخلد نهاية الحرب العالمية ده كان في جريدة اليوم السابع وتم تسليط الضوء على متحف العالمين العسكري التابع آه لاداره المتاحف العسكريه واللي بيمثل تجسيدا آه وتخليدا ايضا لمعركه العالمين اللي كانت السبب الرئيس لنهايه الحرب العالميه الثانيه. آه متحف العالمين بيقع في الجزء الجنوبي من مدينه العلمين الجديده وبيضم عرضا مفتوحا آه بالساحات الخارجيه المكشوفه المجموعه من الاسلحه ومن المدرعات كما نشاهد في الصور المصاحبه للتقرير جرت الاخبار ابرزت اعلان وزاره الصحه تشكيل لجنه مركزيه لمتابعه توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات والحقيقة أه في لجنه اخرى للتنسيق أه مع التعليم العالي ولجنه ثالثه ايضا للميكانه واخرى للاشراف الفني بالاضافه الى تشكيل لجان فرعيه تشمل كل التخصصات في العمليات الجراحيه التي تعاني من قوائم الانتظار. الجريده ايضا نفت عن وزراء صحه سابقين الذين قالوا ان المشروع القومي للتامين الصحي يمثل اصلاحا حقيقيا لمنظومه الصحه في مصر وان محاوره الثمانيه ضروريه لاي منظومه صحيه متكامله وشامله في اي دوله واي مجتمع. الدستور أشارت إلى تسليم لجنة دراسة برنامج الحكومة التي شكلها البرلمان برئاسة وكيل المجلس السيد الشريف تقريرها بالتوصيات كاملة حول البرنامج إلى هيئة مكتب المجلس والأمانة العامة ورئيس المجلس الدكتور عبد العال اليوم استعدادنا للطرح في الجلسة العامة يوم الأحد المقبل كانت الأخبار ركزت على استقبال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام وفد نقابة الصحفيين بالبرلمان اللي أكد أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام لا يزال في حوزة المجلس وأشار هيكل إلى أن هناك بعض نقاط الخلاف توافق عليها اللجنة دون أو توافق عليها اللجنة دون مناقشة ولفت النظر أيضا إلى أن اللجنة ستفحص مع المستشار القانوني للمجلس نقاط الخلاف من عدمها وأكد هيكل أنه تم الاتفاق مع ممثلي النقابة على إيجاد مخرج لها وأن نلتزم بالدستور الذي نص على عدم جواز الحبس لاحتياطي للصحفيين وحتم التعامل معها دون المساس بدستورية الأمر ذا نقطة الخلاف الكبيرة اللي موجودة ما بين القانون اللي بيناقشه مجلس النواب وبين الصحفيين ونقابتهم جلة الأخبار نقلت تصريحات لسامح شكري وزير الخارجية اللي أكد أن الموقف المصري من الأزمة السورية بيقوم على ضرورة الحل السياسي للأزمة وبيحفظ وحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها ويمنع وجود أي نفوذ لأطراف خارجية على الأراضي السورية. شكري أيضا طالب بمنع انتقال عناصر داعش لمناطق شمال افريقيا. أما جريدة الدستور فقد أبرزت لقاء المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع الوزير المفوض المستشار الإقليمي للشؤون الاقتصادية الفرنسية بالشرق الأوسط. الوزير المفوض قال إن ما حققته مصر من نتائج في مجال الطاقة استطاع بقوة لفت الأنظار إليها ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات، يعني فرنسا بتشيب بالطفرة المصرية في مجال الطاقة التي جذبت العالم. نعود للدستور مرة أخرى التي ركزت هذه المرة على إشادة صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد المصري وأبقى على النظرة الإيجابية له متوقعا ارتفاع معدلات النمو بوتيرة متسارعة صندوق النقد ارتفاع النمو في مصر 5.5% مدفوعا باكتشافات الغاز وانتعاش السياحة وهناك دعم من تعافي السياحة وأيضا من زيادة إنتاج الغاز الطبيعي جلالة الشروق أشارت إلى تصريحات محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والذي قال أنه يتم استهداف إنتاج 894 جيجا وات ساعة سنوياً من مصادر الطاقة الجديدة، ده اللي قاله رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة. الأخبار أشارت إلى تصريحات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية الذي أكد أن حركة المحافظين سيتم الإعلان عنها قريباً. وان الوزاره سيكون لها دور في تقييم المحافظين الحاليين قبل اجراء الحركه آه المقبله هذا ما صرح به وزير التنميه المحليه في مؤتمره آه الصحفي اما جريده اشروق ابرزت تاكيدات اللواء محمود شعراوي وزير التنميه المحليه باستهداف تحقيق تقدم ملموس في ملف القمامه خلال ثلاثه اشهر الوزير اشار الى توريد آه 2500 معده نظافه متنوعه واقامه 200 محطه او محطه وسيطه و100 مصنع تدوير ومدفن صحي مشاهدينا الان نستعرض معكم بعضا من مقالات الراي بالصحف وبالمواقع المقال الأول معانا للكاتب محمد الهواري بجريدة الأخبار وعنوانه ورش الشارع. الكاتب في هذا المقال بيحذر من انتشار ورش إصلاح السيارات في معظم أنحاء مصر وأسفل الكباري دون التزام قانوني من أصحاب هذه الورش بالتأمين سواء على العمال أو على حصولهم على مستحقاتهم الفعلية وأيضا دون التزامات تجاه الدولة باستخدام الكهرباء المسروقة وشغل الطرق. الهواري بيقول في عموده أو مقاله إنه للأسف المحليات لا تتحرك لإزالة إشغال الطريق ومنع احتلال الطرق بورش إصلاح السيارات وبيضيف الانتشار ورش الشارع بيهدد المارة وأيضا آه بيهدد بغلق الطرق أمام حركة السيارات كما يسمح بانتشار البلطجة والنصب على أصحاب السيارات واستخدام قطع غيار مغشوشة في ظل عدم وجود حملات من الرقابه الصناعيه على محال بيع قطع الغيار آه اللي بتكشف عن سلع بدير السلم. وفي نهايه المقال بيقول الهواري ان فوضى الطرق سببها اهمال المحليات وغياب شرطه المرافق ما يزيد الاعباء على رجال المرور في تنظيم حركه السير بالطريق. ربما الحقيقه يعني المقال الذي اشار اليه الاستاذ محمد الهواري بيحمل من الاسباب الكثير، بيحمل من النتائج الكثير بيحتاج ايضا الى منظومه لمكافحه هذا او هذه الظاهره. دعونا ننتقل الى مقال اخر من الاخبار ايضا بقلم الكاتب محمد بركات وعنوانه الابطال وتكريم الرئيس. ده عنوان المقال بتاع الكاتب الصحفي الاستاذ محمد بركات بيقول فيه ان استقبال الرئيس السيسي وان تكريمه للابطال والنجوم من أبناءنا الرياضيين اللي شرفوا مصر خلال مشاركتهم في دوره العاب البحر المتوسط اللي جرت في اسبانيا هي دفعه معنويه كبيره ولازمه وتكريم مستحق من راس الدوله لهم على آه ما بذلوه من جهد صادق ومخلص في رفع رايه مصر عاليا وفي وسط هذا المحفل الدولي الكبير وتقدير الدوله والرئيس لهؤلاء الابطال ياتي في مكان الصحيح وياتي تعبيرا عن اعتزازنا وفخرنا الوطني بابنائنا الابطال. آه الكاتب بيضيف حتى ندرك قيمه الجهد وقدر الانجاز الذي حققه النجوم من الابطال يجب ان نعرف انهم احرزوا لمصر 18 عشره ميداليه ذهبيه واحدى عشره ميداليه فضيه وسته عشره ميداليه برونزيه في مختلف الالعاب والمسابقات التي خاضوها بركات بنهي مقاله بقوله تلك الانجازات تؤكد استحقاقهم الكامل للحب والتقدير وللتكريم على المستويين الشعبي والرسمي زال منشط متواصلا معكم من اون لايف ولكن بعدها بفصل مشاهدينا الكرام اهلا بكم مره اخرى نواصل مانشيت من اون لايف دعونا نذهب سريعا الى فقره الكثيرة التي جاءت بالصحف المصريه والعربيه نبدأ باختيار هذا الكاريكاتير من جريده الاخبار بريشه الفنان عمرو فهمي بعنوان مليار جنيه من البنك المركزي للقضاء على قوائم الجراحات في المستشفيات. ومن البيان الاماراتيه كاريكاتير بريشه عامر الزعيبي عن النظام القطري. وعن الحوثيين هذا الكركتير من جريدة عقاب السعودية بريشة الفنان سالم الهلالي ومن الاتحاد الإماراتية كاريكاتير بريشة الفنان شريف عرف عن أطفال الكهف في تايلاند وأطفال القصف في سوريا على ذهب لاستعراض ابرز ما جاء بالصحف العربيه والدوليه صحيفة التايمز جاءت افتتاحيته بعنوان اللعب القوية صحيفة تقول آه ان دونالد ترامب بينتقد حلفائه في الناتو لعدم الاتفاق بما يكفي على الدفاع ولكن عدم الانفاق بما يكفي على الدفاع ولكن هدفه الحقيقي قد يكون صفقه كبرى مع بوتين بشان سوريا الصحيفه بتقول ان ترامب بدا زيارته لدول الناتو بهجوم حاد على المانيا وقال انها اسيرة روسيا بسبب خط الانابيب الذي ينقل الغاز الروسي الى البلاد ترامب قال انه من غير اللائق ان تحمل الولايات المتحده المانيا بينما تدفع المانيا مليارات الدولارات لروسيا والصحيفه بتضيف وتقول ان هجوم ترامب على ثاني اكبر اقتصاد في اوروبا تسببت في احراج الامين العام لحلف الناتو واوضح العلاقه المتوتره بين واشنطن وحلفائها حيث اوضح عزم الولايات المتحده ان يدفع حلفاؤها المزيد من الامور او من الاموال عفوا مقابل الدفاع. في صحيفه فاينانشال تايمز مقال بعنوان ضربه للاصول التركيه مع توقع خفض اردوغان للفائده. الصحيفه بتقول من الاصول التركيه والليره التركيه تعرضا لضربه شديده بالامس مع تكهن الرئيس التركي اردوغان بانه سيخفض الفائده ومع قلق المستثمرين بشان مستقبل البلاد، صحيفة بتقول انه عندما سئل عن انخفاض قيمه الليره منذ الاعلان عن تشكيل حكومته في بدايه الاسبوع، قال الرئيس التركي للصحفيين ان وزاره مجمعه للخزانه والماليه تولاها سهر براتب بيرق ستتخذ الاجراءات اللازمه واضاف أردوغان في الفترة القادمة أتوقع أيضا انخفاض الفائدة أما إذاعة منتقاله فقد سلطت الضوء على فريق من مبتوري الأطراف في قطاع غزة يتحدون الإعاقة الإذاعة الفرنسية تقول بتنطلق الصافرة على ملعب صغير لكرة القدم في دير البلح لتعطي إشارة بدء التنافس بين 12 لاعبا يرتدون زيا برتقاليا ويتكلمون آه ويتكئون على عكازات معدنيه ويشكلون اول فريق لمفتوري الاطراف في قطاع غزه. مونت كارلو بتضيف آه فقد معظم هؤلاء آه اطرافهم من جراء الاعتداءات الاسرائيليه لان ظروفهم الجسديه لم تمنعهم من متابعه شغفهم بكره القدم والاصرار على اللعب على امل تعميم هذه التجربه والمشاركه في المنافسه محليا ودوليا. شاهدنا في هذه الحلقه كان هذا كل ما عندنا لقونا متجدد يوميا نلقاكم على خير ان شاء الله